السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل الخريجين الجدد اللي متخرجين من الكليات العملية واللي نفسهم يشتغلوا في مصانع الأدوية أو في مجال صناعة الأدوية، أكيد طبعا نسيت كل اللي أنت خدته أيام الجامعة ومش فاكر أو مش عارف أنت لما هتروح الانترفيو هتتسأل في إيه بالظبط. في مجموعة الفيديوهات دي أنا بساعدك إنك أنت تبقى عارف إيه هي الأساسيات وبعض المبادئ اللي المفروض تكون عارفها وأنت داخل على مجال صناعة الأدوية أو على الأقل في مرحلة الانترفيو. في كتير من الناس بيسألوا هو شركة كذا بتسأل في ايه وشركة كذا بتسأل في ايه. إجابة السؤال ده هو انه مفيش شركة معينة بتسأل أسئلة معينة، ممكن في نفس الشركة في نفس البوزيشن يتسأل أسئلة مختلفة. على الرغم من ان محتوى الفيديوهات اللي انا هقدمها هو ليه علاقة اكتر بالناس اللي مقدمة على وظيفة الابحاث والتطوير او ريسيرش اند ديفلوبمنت او تحديدا الفورميليشن، الا ان هي مجموعة المعلومات دي مهمة لاي حد داخل في مجال الصناعه وعايز يعرف ايه هي المبادئ الاساسيه الموجوده في الصناعه او المعلومات الاساسيه اللي المفروض تكون عارفها وانت داخل على صناعه الادويه، بغض النظر عن انك انت رايح تشتغل في الار ان دي او في اي قسم. ابدا باجابه على سؤال وهو ايه هي الاقسام المختلفه اللي موجوده في مصنع الادويه وطبيعه عمل كل اداره، وده سؤال مهم جدا ومن حق اي حد ان هو يعرفه قبل ما يخش على المجال اللي هو داخل يشتغل فيه. قبل ما اجاوب على السؤال ده لازم اعرفك ان الاجابه اللي انا هقولها دلوقتي ليها علاقه بانتاج الادويه الجينيريك وليست الادويه البراند. طب لو انت مش عارف الفرق بين الجينيريك والبراند يا ريت توقف الفيديو دلوقتي وتروح تشوف الفيديو اللي انا بشرح فيه الفرق ما بين البراند والجينيريك، ضروري جدا علشان خاطر تفهم الخطوات اللي جايه اللي هتكلم عليها. اللينك بتاع الفيديو هتلاقيه من خلال الجزء دوت او في الديسكريبشن بتاع الفيديو، هتلاقي موجود في لينك للفيديو اللي بشرح فيه الفرق بين البراند والجينيريك. روح شوف الفيديو وتعالى لي تاني. لو انت عارف اصلا الفرق ما بينه او لو انت رحت شفت الفيديو ورجعت الحمد لله على السلامه، ويا ريت تكون الامور واضحه بالنسبه لايه هو البراند وايه هو الجينيريك، وتعالى دلوقتي نعرف من خلال الخطوات التالية ايه هي مراحل تصنيع المنتج نفسه، وبعد كده من خلال المراحل دي هقدر اشرح لك وافهمك ايه هي الادارات المختلفة اللي بتساهم في انتاج المنتج الدوائي داخل مصنع الادوية. قبل ما نبدأ في اي مرحلة من مراحل التصنيع لازم الشركة تاخد موافقة من الهيئة الحكومية اللي ليها السلطة انها تدي موافقة على انك انت تبدأ تنتج المنتج الدوائي الفلاني، وده لانه لكل دوله ليها قوانين معينه بتحتم على الشركات او المصانع ان هي تمشي في خطوات معينه لتصنيع المنتجات الدوائيه واتباعها في الاسواق المحليه او حتى للتصدير. خلاص خدنا الموافقه من الهيئه الحكوميه المسؤوله عن تسجيل الدواء، بنبدا المرحله اللي بعد كده هي مرحله الديفلوبمنت. مرحلة الديفلوبمنت هي مرحلة بيتم فيها معرفة ايه هي مكونات المنتج وازاي المكونات دي بتضاف على بعضيها، ايه هي المواد الفعالة بالظبط وايه هي المواصفات بتاعتها، ايه هي المواد الغير فعالة وايه هي المواصفات بتاعتها، ازاي بيتم اضافة المواد الفعالة مع المواد الغير فعالة بالشكل المناسب اللي بتخليني احصل على منتج ليه نفس فاعلية وكفاءة الدواء البراند او ريفرنس برودكت اللي انت سمعت عنه في الفيديو اللي انا قلت عليه. وكمان بيتم عمل ديفلوبمنت لطريقه تحليل المنتج، ايه هي الطريقه اللي انا اقدر اقول عليها ان المنتج ده كفء فعلا ومازال ستيبل لحد اخر يوم في الشيلف لايف. بتطلع بحاجتين اساسيتين، طريقه تصنيع المنتج ومكوناته، والحاجه الثانيه هي طريقه تحليل المنتج. المرحله اللي بعد الديفلوبمنت هي مرحله السبلاينج. بعد ما عرفنا ايه هي مكونات المستحضر سواء من مواد فعاله مواد غير فعاله، تيجي مرحله السبلاينج اللي هي مرحله امداد بهذه المكونات. بعد ما يتم شراء كل المواد اللي داخله في تصنيع المنتج بيتم تخزين هذه المواد في المخازن الموجوده في الشركه واللي برضه بيبقى ليها مواصفات معينه.
بعد عمليه التخزين وبعد ما وصول الخامات بالسلامه بيتم تحليل الخامات دي علشان من قبل ما نبدا في تصنيع المنتج نكون متاكدين ان هي دي الخامات اللي احنا طلبناها بالشكل المظبوط وان هي دي الخامات اللي احنا عايزينها اللي هتؤدي بعد كده لانتاج منتج مظبوط وفي الكواليتي اللي احنا عايزينها. خلاص اتحللت كل الخامات، عرفنا ان كل الخامات مطابقه للمواصفات اللي احنا كنا عايزينها من الاول. بنبدا بعد كده في مراحل الانتاج. بيتم صرف الخامات الاكتف الان اكتف انجريدينت وبيتم خلط المواد دي مع بعضيها بالشكل اللي تم الاتفاق عليه في مرحله الديفلوبمنت في الانتاج. بتتم عمليه الانتاج باستخدام الماكينات الموجوده في الانتاج واللي بيليها القدره على ان هي تنتج المنتج بشكل كبير او كميات كبيره وبسرعه كبيره جدا. بعد عملية الإنتاج خلاص إحنا أنتجنا المنتج، لازم قبل ما موجود في شكله النهائي وبيعه للمواطنين أو للمرضى بيتم تحليل المنتج ونتأكد بقى إن إحنا اللي عملناه ده كان مظبوط ولا لأ، إن كل تشغيلة تم إنتاجها أو كل منتج تم إنتاجه هو مطابق للمواصفات اللي تم الاتفاق عليها سابقاً. إحنا كده عرفنا المراحل بتاعة التصنيع. ناخد من كل مرحلة إحنا قلناها الديبارتمنت أو الإدارة المسؤولة عن التنفيذ العمليه دي. قلنا اول مرحله هي مرحله التسجيل، او الاداره المسؤوله عن عمل هذه المرحله هي اداره التسجيل regulatory affairs او شؤون التسجيل، وهم بيبقوا بمنتهى البساطه هم حلقه الوصل ما بين الهيئه او المؤسسه او المصنع اللي بيعاوز ينتج منتج دوائي ما بين الهيئات الحكوميه اللي ليها السلطه على ان هي تدي موافقات على انك انت تمشي في خطوات تصنيع المنتج ابتداء من مرحله تسجيله او بدايه التسجيل لحد ما تبيع المنتج، وكمان من بعد ما تبيع المنتج في الاسواق علشان خاطر الهيئه الحكوميه بتراقب عمليه التصنيع او عمليه بيع المنتج ابتداء من تصنيعه لحد كمان بعد ما بيتباع او لو حصلت اي مضاعفات غريبه على المنتج بعد بيعه. نيجي الاداره اللي بعد كده على طول هي اداره الديفلوبمنت او التطوير او الابحاث والتطوير. عايز اقول بس في ان الابحاث والتطوير او الريسيرش اند ديفلوبمنت هي اكتر ممكن تكون مناسبه للمنتج البراند او ريفرنس برودكت اللي انا قلت لك روح شوف الفيديو بتاعه من شويه. لو انت رحت شفت الفيديو هتفهم يعني ايه براند ويعني جينيريك، وبالتالي هنا ريسيرش اند ديفلوبمنت هي اكتر ملائمه لما اكون بتكلم على منتج براند اللي هو بعمل ريسيرش فروم سكراتش اللي هو بكتشف الموليكيول نفسه اللي داخل في المنتج الدوائي بتاعي وبكتشف العلاج اللي بيعالجه وببدا اعمل حاجات بري كلينيكال ستاديز وتفاصيل كتيره جدا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي ليه علاقه بالبراند والجينيريك. اما في حاله ان احنا بنتكلم على منتج جينيريك فالمنتج الجينيريك بنقدر نقول عليه فورميليشن ديفلوبمنت. الديفلوبمنت للمنتج الجينيريك بيبقى ليه علاقه بحاجتين اساسيتين زي ما قلنا اللي هو الفورميليشن والحاجه الثانيه الميثودولوجي او الميثود اوف اناليسيس. الفورميليشن هي المنتج بيتم انتاجه ازاي، طريقه تحضيره ازاي، المكونات اللي داخله فيه هي عباره عن ايه بالظبط،
والجزء الثاني الميثود اوف اناليسيس، ايه هي الطريقه اللي بنقدر بيها نحكم على المنتج. وده الاداره اللي بتقوم بكده هي مجازا بيتقال عليها ريسيرش اند ديفلوبمنت، او ممكن نقول عليها فورميليشن ديفلوبمنت. نيجي للاداره اللي بعد كده، بعد ما عرفنا من ريسيرش اند ديفلوبمنت او فورميليشن ديفلوبمنت ايه هي مكونات المنتج وايه هي الحاجات اللي هتخش في المنتج، نيجي بقى في مرحله السبلاينج، ان احنا عايزين نشتري الحاجات دي وعايزين نجيبها علشان تبقى موجوده وتبقى جاهزه للانتاج. السبلاينج بيقوم بيها سبلاي تشين، والسبلاي تشين تحتيها مجموعه من الادارات اللي ممكن نقسمها كالاتي. اول حد البلاننج، اللي هو بيخطط امتى هننتج، امتى هنجيب الخامات، ايه هي الكميات اللي احنا عايزين ننتجها، توقعنا السنه دي هننتج بالمنتج وبالتالي عدد الكميات الخامات اللي احنا عايزينها هيكون كذا، واجيبهم منين وابدا اطلب الطلبات بتاعتهم. فده اول برانش من تحت السبلاي تشين اللي هو بلاننج. نيجي الجزء الثاني البروكيورمنت. البروكيورمنت هو المسؤول عن عمليات الشراء، وان هو يعرف اسعار المكونات اللي داخله في المنتج علشان خاطر يبدا يوفرها ويشوف اسعارها ويختار احسن سعر ويعمل احسن ديل مع الموردين او الفيندرز بتوع الخامات بتاعه المنتج، سواء كانت خامات او مواد تغليف او غيره. يبقى الجزء الثاني في السبلاي تشين هو البروكيورمنت. الجزء الثالث اللوجيستكس، واللوجيستكس هو نقل المنتج من مكان التصنيع الى اماكن البيع، وده بيبقى جزء برضه ليه مهم جدا في السبلاي تشين. يبقى السبلاي تشين عندك البلاننج والبروكيورمنت وثالث حاجه اللوجيستكس. الخامات جت، بعد ما الخامات جت هنحط الخامات دي فين؟ هنحطها في المخازن او الوير هاوس. والوير هاوس برضه مكان مهم جدا، ليه كونديشنز معينه او ليه ظروف معينه، لازم الخامات دي تخزن في ظروف ملائمه ومناسبه علشان خاطر تبقى جاهزه في يوم التصنيع. الوير هاوس بيبقى تحتيه برانشز كده، اللي هي بتبقى التخزين او الستورنج، والجزء اللي بعد كده الديسبنسنج اللي هو الوزن، وبعد كده في الستورنج للفينيشد جودز او فينيشد برودكتس. خلاص جبنا المواد الخام وخزناها في المخزن، وفي الناس خلوا الانجريدينتس دي او المكونات بتاعه المنتج من المواد فعاله وغير فعاله، مواد تغليف، الى التصنيع او عمليه التصنيع او عمليه الانتاج علشان خاطر تتم عمليه الانتاج. بيتم في عمليه الانتاج خلط المواد دي عن طريق في بروسيسنج انستراكشنز او في خطوات مكتوبه ومعروفه وتم الاتفاق عليها مع الزملاء اللي موجودين في اداره الابحاث او الديفلوبمنت، ان احنا هننتج المنتج ده بالطريقه الفلانيه، وتم الاتفاق عليها ويتم وضع خطوات محدده وطريقه محدده معروفه لانتاج المنتج بالشكل اللي تم الاتفاق عليه. وبالتالي اداره الانتاج هي المسؤوله عن تنفيذ الخطوات اللي تم الاتفاق عليها لانتاج المنتج الفلاني، ابتداء من خلط المواد الفعاله مع غير فعاله، وصولا بان المنتج جاهز ان هو يروح للمخازن علشان خاطر يبقى جاهز للبيع فيما بعد. لما الخامات بتوصل لازم نكون اتاكدنا ان الخامات دي مطابقه للمواصفات، وده بيتم عن طريق الكواليتي كنترول ديبارتمنت، وفي سيكشن معين في الكواليتي كنترول اللي هو رو ماتيريال سيكشن، هو مسؤول عن تحليل كل الانجريدينت اللي داخله في تصنيع المنتج، سواء كانت مواد فعاله غير فعاله او مواد تغليف. السيكشن الثاني مسؤول عن تحليل الفينشد برودكت بعد ما تم انتاجه. بعد كده او في دور تاني للكيو سي بيقوم بيه، اللي هو انه بيتاكد من ثبات المنتج خلال الشيلف لايف، فتره الشيلف لايف او خلال الاكسبايري ديت اللي مكتوبه على العلبه، ودي الجزء اللي هو له علاقه بثبات المنتج او الاستابيليتي، وده السكشن المسؤول عن دراسه الموضوع ده جوه الكيو سي او من ضمن البرانشز او السكشنز الموجوده في الكيو سي. يبقى الكيو سي مبدئيا في 3 سكشنز اساسيين، الرو ماتيريال والفينشد برودكت والاستابيليتي. بعد ما انتجنا المنتج وتاكدنا ان هو صالح لحد اخر يوم في الشيلف لايف، وتاكدنا ان هو مطابق للمواصفات، وهو كمان ليه نفس الفعاليه والكفاءه بتاعه المنتج، البراند او الهيئه الحكوميه المسؤوله عن الموافقه على المنتجات بتاخد عينات عشوائيه من المنتج علشان يتم تحليلها في المعامل الخاصه بهذه الهيئه، علشان يكونوا متاكدين ان كل الامور مظبوطة فعلا زي ما تم الاتفاق عليها. او خلاص خدنا الاوكي من الهيئة الحكومية المسؤولة عن ان هي توافق على المنتج، بيبقى المنتج كده
موجود في المخازن الوير هاوس، بس في الجزء الفينيشد جود او الفينيشد جود ستورز، وجاهزه للبيع عن طريق الزملاء اللي موجودين في الماركتنج والسيلز. ودول بقى بيبقوا خارج المصنع، ودول بيبقى ليهم فيلد مختلف تماما عن عمليه التصنيع. يبقى بمنتهى البساطه هو مجموعه بتسلم مجموعه، او ناس بتسلم ناس، لحد ما المنتج بيوصل للمراحل النهائيه ابتداء من التسجيل لحد البيع. وبالتالي نقدر نلخص كده السيكشنز او الادارات اللي موجوده في مصانع الادويه، هي عباره عن ريجولاتوري افيرز، الديفلوبمنت، وده بيبقى فيه تو سيكشنز، الفورميليشن ديفلوبمنت والميثود ديفلوبمنت. بعد كده في الكواليتي كنترول، وده بيبقى فيه 3 سيكشنز اساسيين، اللي هو رو ماتيريال اناليسيس، الجزء الثاني فينيشد جود اناليسيس، والجزء الثالث ستابيليتي اناليسيس. الاداره اللي بعد كده اتكلمنا عليها هي اداره السبلاي تشين، ودي تحتيها برانشز اللي هي بلاننج والبروكيورمنت واللوجيستكس والوير هاوس او الديبارتمنت او الاداره اللي بعد كده هي البرودكشن. دي كده نظره سريعه عامه على الادارات اللي موجوده في مصانع الادويه، اللي هي ممكن تكون في بوزيشنز او فيكنسيز موجوده وانت المفروض تكون بتقدم عليها. من خلال المعلومات كده عرفت ايه هي الادارات وايه هي طبيعه العمل فيها. لو انت عندك اي سؤال عن طبيعه عمل اي اداره، تفاصيل اكتر عايز تعرفها، ممكن تكتب لي في الكومنتس وان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت. في الفيديو اللي جاي هنبدا نتكلم على انواع التابلت، ايه هي انواع التابلت بالظبط، ونقدر نلخص اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده كالاتي. اول حاجه، مفيش اسئله معدده لكل شركه في الانترفيو لاي قسم من الاقسام، ممكن في نفس الشركه هتتسال اسئله مختلفه، ولكن ده مش معناه انك انت ما تستعدش، ولكن تستعد ولازم تقرا وتعرف معلومات عن الشركه اللي انت رايح تعمل فيها انترفيو قبل ما تروح الانترفيو. الحاجه الثانيه اللي اتكلمنا فيها النهارده هي ايه هي الاقسام او ايه هي الادارات اللي داخله في صناعه الادويه، وظيفتها ايه بالظبط، وعرفنا من خلال البروسيس او مراحل تصنيع الدواء عرفنا ايه هي الادارات اللي داخله في صناعه الادويه. تابعونا ان شاء الله في الفيديوهات التاليه، هنبدا نتكلم عن في الفيديو اللي جاي عن ايه هي انواع التابلت دوزج فورم، شكلها ايه، انواعها عامله ازاي، وايه الغرض من كل نوع، وكمان بعد كده هنبدا لاحقا هناخد الدوزج فورمز مختلفه في الفيديوهات التاليه بعد كده. لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان خاطر تجيلك ابديت على طول بالفيديوز اللي هتيجي بعد كده. لو انت على الفيسبوك اعمل لايك وشير، واعمل لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه ليها علاقه بمجال صناعه الادويه، لو انا عندي المعلومه هجاوبك عليها على طول، لو ما عنديش المعلومه هسال زمايلي اللي يعرفوا المعلومه دي وهجيب لك الاجابه بتاعتها ان شاء الله في اسرع وقت ممكن. اتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا جزيلا، والتوفيق لكل الخريجين الجداد واللي موجودين اوريدي بيشتغلوا في صناعه الادويه، بالتوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.